الناس لازم لك. مالو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا صافا، لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. أمورك على خير؟ الحمد لله. مرحبا بك، مرحبا بك، نورتينا. الله يبارك فيك. أنا متشوخ نسمع قصتك. الله يبارك فيك. من قبيلة زوجتي يقولوا لي باش نطلعك أنت الأول، عطيتي صيفطوا لي طلعت الرقم هو الأول اللي يدوز، فأنا تشوق نسمع قصتك. إن شاء الله يكون خير. شنو الاسم الموسع على شاطئك؟ محمد. محمد، محمد القلب عامر ياك؟ الحمد لله، عامر شي حوايج بزاف الحمد لله. مرحبا محمد، تفضل. عرفت هذاك الشيء اللي بغيت نبدل، بغيتي تدخل لايف تاكد، تقدر تدخل تاكد. صايب ماشي مشكل. اوكي تفضل يا محمد. محمد 25 سنة. نعود لك من الطفولة ديالي لأنها أهم حاجة. هي الطفولة ديالي هي اللي غادي ترسم لي بزاف ديال الحوايج في حياتي وغتبدل الطريق ديال حياتي. عشت في عائلة الحمد لله عدنا وما عدناش بخير، على كل حال توتر شوية. عادي خذي راحتك، ما كاينش اللي تعرف صوتك، واليوم عندك فرصة تخوين هذاك الشيء اللي ضارك. كما قلت لك عشت في واحد العائلة الحمد لله متدينة، عندي خوتي، عندي الذكورة، عندي البنات، دونك عشت في عائلة مستقرة نفسيا وكل شيء. مني كنت كنقرا في الابتدائي كان الأب ديالي كيفضلني بزاف على خوتي لأنني كنت واحد الشخص منغلق على راسي، كنحشم بزاف. ما كنجبدش لهم التبرية ما حتى حاجة. فالأب ديالي كان كيفضلني على خوتي لأن كانت فيا هاد الحاجة أنني داخل راسي ترونكي، كان كيفضلني قدام خوتي مثلا كنكونوا مريحين وكيبقى يقول لي أنت أعز واحد عندي في هاد الدار. فهاد النقطة ما كانتش كتعجبني بزاف لأن خوتي بحال اللي بداو كيبعدوا عليا وبداو كيكرهوني، لأن مثلا بعض المرات كيجي وكيلقاوني مقلق، كيلقاني الوالد مقلق ولا شي حاجة كيقول لي شكون اللي قلقك، قول لي شكون، كيبقى يغوت عليهم. دونك الأب ديالي خلى هاد النقطة أنها تبعدني على خوتي، ما تقربنيش من خوتي بزاف. كنت في الطفولة ديالي كنت حاكة حشومي، ما كان ديما داخل سوق راسي، ما عنديش صحاب، ما كنلعبش بحالي بحال الدراري. كانوا فيا شي حوايج اللي مختلفين على الدراري العاديين ولا الدرب او لا هكا، رغم انني عشت في حي شعبي بزاف، ف كنت مختلف على الدراري بزاف. وكنت كنهرب بهذا الشيء، كنت كنهرب به، كنت كنمشي عند واحد العمتي اللي كنت كنحس بواحد شويه ديال الراحه عندها، لانها كنحس انا ما كنتش كنهرب من الوالد وكنمشي عندها، كنهرب من خوتي ومن دارنا كنت كنمشي عندها. الصيف كامل كنبقى ندوزو عندها. دوزت الطفوله ديال الابتدائي كامله تما كاين وطلعت للسابعه، وكنت كنبقى نمشي عندها. وعمتي كانت سكنت في واحد الموبلات اللي باقي تما يلا كيتبنى، دونك باقي خاوي تما. غتوقع واحد النهار غادي واحد الشخص اللي هو اكبر مني في الله، تكون عنده ديك الساعه 40 عام بحال هكاك. غادي نتعرض للتحرش. وانا غادي بحال هكا شي طالمطاحس معرقد اكزاكتومون طالمطاحس، دونك الدنيا خاويه تما كاين وكتمسخر، وهو غادي بان ليا كيعيط عليا، كان سكران وعيط عليا وجا عندي نيشان وقفني وقال لي يلا معايا روح هاد البلاصه خاوي فيها الخلا. وقلت ليه طلق مني، واش انت سخان عليك راسك؟ هو شد لي يدي وحط لي على حجره هكا وقال لي هذا هو اللي سخن عليه راسه، وحيت يدي بالزربه ومشيت كنجري للدار. كنجري خايف بزاف. زنقت
دخلت للدوش وكنشوف في المرايه وانا عاقل على هاد الديكور مزيان لانني كنت في عمري شي 16 عام 15 عام ما تنساش ليا. ودخلت للدوش كنشوف في المرايه كنقول هادشي كامل غادي يتنسى، هادشي كامل انا غنسى هادشي، ما وقع حتى شي حاجه وعمرني غنتفكر هادشي. قلت غير تنسى هادشي ومن بعد بقى كيسبالي بقى فين ما كندوز كنلقاه ورايا واحد النار وانا نمشي معاه بالرغبه ديالي. مني مشيت معاه طلعت معاه للدار وكان داك الشيء عادي جدا، ما كانش حاجه اللي درتها انها بزز، درتها بالرغبه ديالي. وكان الشخص اللي مشيت معاه كان دخلني للدار وهو مزوج، درت معاه وكانت علاقه لا كان بوحده، كانت مراته. كان داكشي عادي جدا، ما كانش حاجة ليا أنني درتها بزز أو لا اغتصاب أو لا شي حاجة. من بعد بقى كل مرة فيما كنطلق معاه كنمشي معاه، فيما كنمشي عند عمتي في الصيف كامل كان كيتلقى ليا كنمشي معاه. صافي تما وأنا في المراهقة بديت كنعرف كنحس بأن هاد الاختلاف كاين من عندي قبل ما نعرفه هوايا، قبل ما نتعرف عليه وانا كنحس بداك الطفل اللي كيكون الدراري كانوا كيقراو معايا فاش كان كيسالي العام وكنتحولوا كنقرا في قسم اخر كنبقى نبكي علاش ما جاش معايا مثلا الصديق ديالي، كنبقى نبكي علاش ما جاش معايا. تما عرفت راسي بانني ما كانش كنبكي حقاش ما جاش معايا، حقاش كان واحد الانجذاب عاطفي تجاهه. من تما بديت كنحس براسي انني مختلف على الدراري لانني بحال هكا. هذا هو الاختلاف اللي كان، ما كانش شي اختلاف اخر. تما بديت كنكتشف راسي، بديت كنعرف بزاف ديال. من بعد طلعت للثامنه تعرفت على شخص اخر حتى هو صدفة هكا في الطريق. من بعد ورادي كيفاش فيسبوك، كيفاش نبدا نتعرف على الناس، كيفاش كل واحد كيعرف على راسه في هاد الدومين ديال المثلية ديالي جاي. فمن تما بديت كندير علاقات ورغم ان الرغبة ديالي ما كانتش، كنت كنقول هادشي راه كندير فيه خطا بيني وبين الله راه خطا والمجتمع حتى هو اخي خطا بزاف، ولكن كنقول هي فتره. كنقول كيفاش كنت صغير كنت كنقول غتوصل 20 عام وغادي نحبس. وصلت ل 20 عام وبقيت كندير كنقول غنوصل 21 عام صافي وغادي نحبس. كيجي رمضان كنحبس، كنحيد التليفون، كنحيد النمره ديالي، كنحيد كل شيء قبل بشهر، وكنشط طريق، كنبدا نصلي وكنبدا عايش حياتي عادي. ولكن كتبقى ديك الرغبه وكتبقى داك الميول كتبقى معاك. كيسالي رمضان بشهر او شي حاجه بحال هكا كتعاود عاوتاني، كتجيك ديك الرغبه انك تبغي دير شي علاقه مع شي شخص اخر يعطيك داك الاهتمام، يعطيك بزاف طريق. كنعاود نرجع للطريق اللي ما كيتقبلهاش حتى شي واحد. وصلت كملت الاعدادي ديالي وانا جاي طلعت ليسي حتى هو صافي هذاك. تما بديت كنعرف بزاف ديال الحوايج، وليت كنعرف راسي شكون انا، كيفاش الرغبه ديالي خصني نديرها. الحمد لله ان في ليسي حتى شي واحد ما كان كيعرفني، والدرب ديالي حتى هو حتى واحد ما كان، الانطوغاج ديالي كامل حتى واحد ما كان كيعرفني. فكنت كندير داكشي سوي، يعني حتى واحد ما يعرف عليا شي حاجه، سريه تامه. عائلتي حتى هما حتى شي واحد ما اكتشف هادشي فيا، محاولت انا حتى شي واحد ما يعرفني. كنت كندير وانا حاضر راسي من بزاف ديال الحوايج. خديت الباك ديالي
فبقيت تما وانا كنقلب على التوجه اللي غادي ندير. ما بغيتش ندير شي توجه اللي غادي يخلي المجتمع كامل يشك فيا بانني جاي، فمشيت على هاد النقطه. فدرت تخصص اللي غادي نخدم فيه وانا واخا ما باغيش وما غاديش نعطي فيه من اجل المجتمع، من اجل المجتمع انهم ما يبقاش ديما يشوف فيا واحد النظره ديال انني راه ما يعرفنيش، حتى واحد ما يشك ما يعرفنيش. طراو لي بزاف ديال المواقف انني جاي. مثلا واحد المره تعرفت على واحد الشخص بار فيسبوك ومشيت عنده وتعرضت للسرقه. وهذيك البلاصه اللي مشيت لها كانت بعيده بزاف، يعني خارجه المدينه اللي ساكن فيها، لا نذكر الاسماء. تما فاش مشيت عنده لقيته بانه شفر لي التليفون ديالي ورجعت منحطم بزاف، لانني كنقول علاش انا هكا وعلاش غيوقع لي انا هكا. من بعد هذا الموقف اللي وقع لي الحمد لله عمرني ضربت، عمرني تعرضت لشي موقف محرج، فكنت خليت الشكل ديالي، خليته عادي في الزنقة، أن حتى شي واحد ما يعرفني. احترم المجتمع اللي ما غاديش يتقبلني، وغادي نحترم الناس اللي دايرين بيا. كنصلي صلاتي، كندير جميع الفرائض ديالي، ماشي باش الناس يشوفوني انني راه انا غادي في الطريق المستقيم، ولكن حتى الراحه النفسيه ديالي. كندير الذنب وكنبغي نغطي به، كنبغي ندير شي حاجه مزيانه باش من هذاك الذنب ما نتعاقبش عليه. ساليت الباك ديالي كما قلت لك، درت التوجه ديالي السنتر، قريت ربع سنين في واحد الدومين اللي ما باغيش، ولكن من اجل عائلتي ومن اجل المجتمع درتو، باش حتى شي واحد ما يشك فيا، باش حتى شي واحد زعما كاين مي بقى ديما مخبي في هذاك الدومين انفو، غتشوفني زعما كي غتشك انني جاي اولا شي حاجه، اولا يشوفوا شي حاجه عليا غيقولوا ما يمكنش انه خدام في الدومين وكيدير هكا. ديما المقارنه غتكون صعيبه. تقدر تقول لنا شنو هو الدومين؟ من الاحسن ما نقدرش تقولوا. بقى هاد التوجه عندي. الحمد لله خديت الدبلوم ديالي وخدمت، خدمت نيشان، ما كانش حاجه صعيبه. كنقول انا كبرت التوجه ديالي، الميول ديالي غادي وكيتزاد، غادي والاحلام ديالي كتزاد، انني نشارك حياتي، ما بقاش نشارك حياتي مع شي شخص اخر، نشارك حياتي مع راجل بحالي بحاله. بدا عندي هذا الحلم انني انا غنستقر. الحمد لله استقريت في داري، وبديت كنفكر انني نقلب مع شي شخص اللي استقر انا وياه في دار وحده. بديت كنفكر بهذا التفكير، ولكن الله وجهني لطريق اخرى، وانا كنقول عليه الحمد لله. انا كنهضر بهذا الثقه، لان بهذا انا كاين عادي بحال حتى حاجه ما فيا، لأنني قويت راسي براسي. كانوا عندي أصدقاء جاي وأصدقاء إتيغو زعما كاين عاديين. فأصدقاء اللي جاي اللي كتعرف اللي صحابي هما جوج، واحد الدري كان داير عيد ميلاد. ومشينا لهذاك العيد ميلاد، وكان واحد رئيس واحد منخرط في الجمعية وجمعية محاربة الزيتون، وفرق علينا واحد تحليلة كدار واحدة كديرة في الدار. وأنا شحال هادي وأنا كنحس باللي أنا فيه شي حاجة، ما كنبغيش نمشي ندير باش ما نتصدمش بشي حاجة تكون فيا، بحال شي حس أنني كنمرض.
ما كاين حتى شي احساس، غير مثلا كان مرض بالسخانه اولا اولا كتنوض فيا شي حبوب اولا شي حاجه، كنقول عندك تكون فيا شي حاجه، وكنقول انا فيا واقيلا فيا شي حاجه، ولكن ما نقدرش نمشي على الطبيب باش ما يقولش لي راه فك شي حاجه، فك شي مرض. فهمتي؟ مثلا كان مرض في الدار اولا شي حاجه، كتقول لي انا والده نوض يلا هندك الطبيب، نوض يلا هندك، كنقول لها نوض ديري لي غير جيبي لي غير شي فيتامين اولا شي حاجه باه كنشربها وما نمشيش على الطبيب، لانني نخاف يكتشف قدام، نخاف يكتشف شي حاجه كتكون تهرب بزاف من هذه المساله. وانا كنعرف الجمعيه وكنعرف امتى نمشي ندير تحليل وادي، ولكن ما كنقدرش، ما كنتش مهيئ نفسي انني نمشي نسمع شي حاجه خيبه ولا هكا حاجه خيبه فيها. جات الصدفه اللي لقيت كيدير هذيك التحليله كديرها غير في فمك، خديتها مشيت كنجري للدار كنقول ممكن ما تكونش فيا وممكن تكون فيا، وانا غادي وكنقول الا كانت فيا شنو غادي ندير. كنقول إلا كانت فيا غيا شنو غادي ندير. بقيت كنفكر قبل ما نديرها بزاف، ومن بعد درتها وطلعت الشرطة، شفت باللي خاصك تطلع لك جوج شرطات، دونك انا غير طلعت الشرطة الاولى فرحت، قلت انا ما فيا والو، ما في حتى شي حاجه. تسنيتها قبل ما تكمل 20 دقيقه، غير وصلت 15 دقيقه بات لي الشرطة طلعت، قلت انا ما فيا والو. تسنيت واحد جوج دقائق اخرى وانا نصورها وصيفطتها للدري، قلت لي راه انا ما فيا والو. عيط لي هذيك الساعه قال لي راك كاينه شرطه اخرى واش ما شتيهاش؟ قلت لي لا راه ما كايناش. قال لي كمل 20 دقيقه وهذيك الساعه غتبان لك. كملت 20 دقيقه وبانت لي بلي انا فيا فياش. كنقول الحمد لله، رغم كل شيء كنقول الحمد لله ان الله بغاني وابتلاني بهذا المرض، انني صحح الطريق اللي كنت غادي فيها. من بعد قلت واقيلا هاد التحليله ما غتعطيش النتيجه اكزاكت، خاصني نمشي نمشي للجمعية باش ندير تحليلات تماك. ملي مشيت درتها لقيت فيا فيا سيدة. كانت مسألة صعيبة بزاف، ما تقبلش، ما عرفتش، ولكن بقيت كنقول الحمد لله. المشكلة الأعظم هي أن واحد من الأصدقاء ديالي اللي غادي ينسيني الهم ديالي أنا أكثر، وأنا كنت كنقول مع راسي إلا بغيت ننسى الهم ديالي خصني نسمع الناس اللي أكثر مني باش نكون قوي انا. فالصديق ديالي كنت خديتها انا وياه في نفس النهار باش نديرو التحليله، وما دارش هذاك النهار خلاها، وانا بقيت عليه ديرها ديرها ديرها، كل ساعه كنعيط ليه كنقول ليه ديرها دابا. انا ما قلتش لي، انا صيفط ليه قلت لي انا ما فياش، كتبت عليه لان خصني يعرفني حتى شي واحد باللي فيا. مشيت للجمعيه درت اجراءات، عمرت دوسي تما كاين، مشيت كملت الاجراءات ديالي عند الطبيب، درت تحاليل، درت بلايك. حاليا باقي ما كاين حتى شي نتيجه، انني باقي كنتسنى رونديفو ديال الطبيب باش ندوز باش نبدا التريتمون ديالي. الصديق ديالي هو
لقيت عليه دازت شي يومين عباش هو دار التحليلة حقاش انا بقيت عليه يديرها ديرها وما كانش بغى يديرها فمن يديرها لقى حتى هو فيه مشكلة الأعظم هو أنه هو مجوج وعنده ثلاثة ديال البنات دونك الثاني همي عليا تمراته ولاده كنقول الحمد لله أنني بوحدي ونقدر نتعايش مع المرض بوحدي ولكن كنقول شو الصديق ديالي أشنو غادي يدير كيفاش داير الحالة النفسية ديالو كيفاش داير هو كيفاش غادي يقول لعائلته كيفاش غادي يقول كيفاش غادي يتقبل هو بعدا باش وشنو هو التوخر كان مجوج كان مثلي هو خمجوج مراته ما كانتش سايقه الخبر هو في مدينه وهي في مدينه اخرى دونك حاليا هو يلاه بدا في يلا حتى هو بدا دوك حنا باقيين جداد باقي الله اكتشفنا المرض ديالنا شحال دابا باش كتشوف حتى هو يلا بدا انا شي سيمانه مازال جديد يلا عرفتي وي يلا عرفتها وما تحس حتى شي اعراض حتى شي حاجه دابا ما كنحس بحتى شي حاجه في اليومين الاولى اللي عرفتها فيها ما كنتش كناكل بزاف ما بقيتش كناكل لانني عرفت ما بقيتش كنهز دوك ولا كيجيني العيا وليت كنسخاف ولا فمي كينشف عليا بزاف ديال الحوايج وكاش كنقول راه واقيلا هي اللي كانت كدير لي هادشي ومن بعد ملي استشرت مع الطبيب ديال الجمعيه تما كنقول لي انت ما بقيتيش كتاكل ما بقيتيش هذيك الشيء علاش خلاك الاعراض والحمد لله الان الحمد لله انا خديت الطريق الصحيح اللي خصني نكون فيه وبعتي من ديك الطريق طبيعة الحال غادي نبعد منا ما يكونش حيت مازال جديد زعما ما يكونش حيت زعما مازال جديد ما يمكنش لي ندير شي حاجة أخرى نهائيا إلا قلت لك أخويا بدر غير البارح فقط صليت الفجر وسدت القرآن وقسمت باللي عمرني ندير شي حاجة وعمرني هذا القرآن والقسم كنت شحال هذه وأنا باغي نديره ولكن كانت كتجيني هذه الفكره انني نديرو ومن بعد نقدر نرجع دونك ما كنبقيتش ما كنديروش ما بغيتش نديرو باش ما نعاودش نرجع ولكن مني هذا المرض جاني دونك خاصني نديرو باش عمرني ندير شي حاجه وعمرني نرجع لهذيك الطريق نهائيا دونك الله ابتلاني بهذا المرض لانني بغى يشوفني وانا نقي وانا كنصلي وانا غادي في الطريق الصحيح خويا بدر حتى في الصلاه شحال هادي وانا كنصلي حتى في الصلاه تغيرت الطريقه ديالي ديال الصلاه شحال هادي كنت كنصلي وانا زربان باغي غير نصلي حقاش هذيك فريضه وخصني نديرها وخصني نساليها دغيا وبعد مرات ممكن يومين ما نصليش موت 3 ايام ما نصليش عادي ما كنحس بحتى شي حاجه ممكن في جار يأذن ورجع المنطقة نقول صافي تنكون غادي الخدمة ونوض نصلي دابا لا واخا هادي غير سيمانة وباقا جديدة كما قلت شي حسيت براسي أنني تغيرت في هاد السيمانة أنني هاد المرض تغيرني يا محمد نتمنى كل شي دايما أي واحد يتفرجي دايما ونتمنى من ربي كنتمنى وأنا تفضل. آمين أنا حاجة وحيدة اللي هدرت أنا كنعود لراسي أنا كنخوي على راسي براسي أنا حاجة وحيدة اللي عيطت باش ننصح الناس أنني فاش عرفت راسي أنني مريض ما كرهتش ندور على كاع دوك الناس اللي كنت كنعرفهم ولا الناس كاع اللي كنا كنعرفوهم وهادو ندق عليهم في ديورهم ونقول لهم سيروا ديروا تحليلة سيروا عتقوا ريوسكم ولكن ما قدرتش دونك بغيت ننصح كاع الناس وكاع الدراري اللي جاي وكاع اللي عاديين وكاع اللي كيديروا شي علاقه خارج اطار الزواج اولا في اطار الزواج نيت اكتشفوا راسهم هذا المرض كاين وخاصنا نتعايشوا معاه وهادشي اللي كاين دونك انا كنت في حد الطريق وهاد الطريق راه كاع الناس فيها حتى انا عندي عائلتي ما عارفينيش وعايشين معايا بخير وعارفيني شخص عادي
حتى انا عندي الدراري خدامين معايا ما عارفين عليا حتى شي حاجه، دونك ممكن نكون واحد من المستمعين اللي كيسمعونا الان، ممكن نكون واحد من خوهم خدام معاهم، ولدهم، ممكن ولدك يكون حتى هو بحالي، ولكن راه ما عارفاش حتى انا كيف ميت، انا ما عارفانيش، وبا ما عارفينيش لوالديني، ما عارفينيش انني جاي، ما عارفينيش دابا انني فيها السيده وعايشين معايا، دونك ما نحكموش على الناس. حتى انا مكرهت انا والدي، زعما كاين كون حسيت بشي واحد انه يقدر زعما كاين يوقف جنبي ويكون معايا، اكيد كنت شحال هادي غادي نقول لي راه انا غادي فواحد الطريق اللي هي ما مزياناش، ممكن انني نحس بالامان معاه، ولكن المجتمع ديالنا ما غاديش يرحمنا وما غاديش يكون ما غاديش يشد بينا. نتمنى كل لي كومونتير كاملين يديو معاه بالشفاء، كل شيء اللي تيتفرج امين يا رب يديو معاه. امين نتمنى يا ربي انه يعاودك خير، ونتمنى انك تبعد من هذه الطريقه هذه ان شاء الله وتبدا صفحه جديده في حياتك كما قلت، هذا ابتلاء من عند الله باش راجع اوراق. اكيد اكيد انا الله بغاني وابتلاني بهذا المرض. انا من البارح وانا فرحان ما عرفتش علاش، كنت هضرتي معايا شي 3 ايام دابا كنت غتشوفني كنبكي ومحطم وهادي، ولكن من البارح وانا فرحان فرحان لانني كنقول الله بغاني، وانا مستعد ان الله الى روحي دابا غنكون فرحان بها، فرحان لانني غادي يتلاقى معايا وانا نقي وانا مصلي صلاتي وانا بحال هكا، داكشي اللي مريحني وهادشي اللي مفرحني. باش نقول لك محمد، نتمنى ربنا يشافيك ويثبتك على هذا الموقف هذا ويعودك خير. عطيتي واحد النصيحه زوينه لبزاف ديال الناس، فنتمنى من الله يرزقك شي فرحه تنسيك هاد الظروف اللي تدوز منها.